2024 عام الإنجازات والبناء والعمران، تواصل شركة يوغو إمبروت الصربية العمل على إعادة تأهيل وبناء نادي الضباط القادة في بغداد. هذا الصرح الكبير الذي شيد في ثمانينيات القرن الماضي، ويتضمن العمل إنشاء مسرح وشقق في النقية وقاعات لعقد المؤتمرات ومكانا لاستقبال الوفود الرسمية بإشراف مديرية الأشغال العسكرية. الأعمال تتضمن رفع الأنقاض وإيصال الماء والكهرباء والاهتمام بالبنية التحتية وبقية الشؤون، إلى جانب إظهار النادي بالشكل الذي يليق بمكانة وسمعة ضباط وقادة وزارة الدفاع. خطوة إعادة تأهيل نادي الضباط القادة جاءت بعد إعلان دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ومعالي وزير الدفاع الشروع بإنجاز النادي والمرافق التابعة له، والذي يعد من الأبنية المهمة في وزارة الدفاع، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الحكومة ورعايتها للضباط سواء كانوا في الخدمة أو أما الذين أحيلوا على التقاعد. لإعلام وزارة الدفاع، علي سامي.